وأنا ما بعرف شو بدي أقول، يعني هيك طالما أنتو حكيتوا. وأنا كنت بدي أحكي لفريحة، بس لما هيك شفتها فجأة ما قدرت أحكي شي. معصبة كانت كتير. أنتي بتكرهيني مو هيك خالتي زهرة؟ لا لا يا بنتي، لا معقولة الحكي؟ لا لا ما بكرهك أنا، معقول أكرهك؟ لا طبعا. على كل، نحن هلأ رح نطلع لفوق. نحن ما بدنا يصير جفا بيناتنا زهرة، بعدين بنرجع بنحكي. ماشي بنحكي. لا تبكي حبيبتي جانس، لا تبكي يا أمي. لا تبكي يا بنتي، لا تبكي حبيبتي أنتي، لا تبكي يا بنتي. خلص لا تبكي، ماشي تمام، يلا مع السلامة. ارتحتي هلأ؟ هيك رأيك؟ لك حتى ما قدرت أحكي مع فريحة، كانت كتير متضايقة مني مو هيك؟ بعد اللي عملتي فيهم شو كنتي عم تستني يا جانسو؟ المهم على الأقل زهرة فرحت بجيتنا لعندهم. ما قلتي لعن رجعتها للشغل؟ لأنه كل شيء له وقته. يلا تعالي يلا.